السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم اخوان؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا سلاح الكيان 44 كان افضل الاسلحة بالمواسم السابقة، بس بعدين الشركة ضعفت منه بشكل كبير. بس حاليا بعد اخر تحديث السلاح صار فعلا اسطوري، وانا واجهت فيه تيمات كاملة. اتمنى تكتبونا رايكم بالتعليقات، وياريت تعملوا لايك واشتراك، وبس خليكم مع الفيديو. تكفى لا تفنش لا تفنش. The revived flight will arrive in 1 minute.